بما اننا بنتكلم على الاتحاد وبنتكلم على روعه الاتحاد وبنتكلم على اداء لاعبي الاتحاد وبنتكلم طبعا عن الجهاز الفني للاتحاد، فوق كل ده والورقه السحريه في نجاح الاتحاد في رايي في الثلاث مواسم الاخرانيين بتميز بروعه. وزي ما قلت لكم الاتحاد ظروفه مش صعبه، الاتحاد ظروفه جيده، بس لما تيجي تتكلم قدام الانديه الغنيه المفروض الاتحاد يتاكل في النص زي انديه كتير جماهيريه بيبقى بتواجه الصعوبات، لكن الاتحاد واقف على رجله وبيقدم اداء مميز في الدوري على طول الخط. ينسب الفضل ده اكيد للاستاذ محمد مسلحي، راجل محترم رئيس مجلس اداره الاتحاد الاسكندري. استاذ محمد صباح الخير على حضرتك، مشرفني ومنورني ومليون مبروك الفوز النهارده. ده انا اللي بشكرك كابتن كريم، كتر خيرك بجد يعني على كلامك المحترم، وحابب ان انا ابارك لك على البرنامج. اشكرك يا فندم، دايما متالق تستاهل كل خير بصراحه، وطول ما عمرك احنا بنشوفك يعني في البرامج يا حبيبي بنسعد بيك ونشرف بيك ما شاء الله عليك. شرف ليا، شرف كبير ليا. مليون مبروك يا فندم النهارده الفوز. الحمد لله، يعني فوز مهم جدا، بتلعب فريق مدعم بشكل محترم جدا، فريق حديث، ولكن في الاخر انت بتشوف ان هو تدعيماته على شكل محترم قوي جدا، ولكن الحمد لله يعني النهارده يعني بدايه مبشره لنادي الاتحاد، ان انت يعني المباراه الاولى مع سموحه كنت خسران 3-4، وانا اقول لحضرتك بامان يعني اتفضل بعد ما الاتحاد، انا كنت موجود في المباراه يعني بعد ما الاتحاد الجول الاول والثاني والثالث، قلت بدايه الموسم دي ده الموسم هيبقى يعني، ولكن الحمد لله يعني ربنا كرمنا، كابتن حسام ما عنده اصرار غير عادي يعني، ترجم الكلام ده للاعبين بشكل محترم جدا لغايه ما هم نهوا المباراه 4-4. انا متهيألي ان هي من الصعب انك تشوف مباراه زي دي كده في الدوري العام، صح؟ لان مده شفناش حاجه شكل، ولكن الحمد لله هي ده البدايه، وانا يعني كنت قبل المباراه على طول مع لعيبه بقرا معاهم الفتح قبل ما ينزلوا يسخنوا قبل مباراه فيوتشر، ودي عاده انا واخدها مع الكابتن حسام من يوم ما جه يعني الحمد لله، ولكن في الاخر انا شفت ان اللعيبه قلت لهم يا ريت يعني الشوط الثاني مباراه سموحه نبتدي بالمباراه، والحمد لله يعني ادينا مباراه يعني لحد ما كويسه مع نادي فيوتشر، مباراه حلوه نتيجتها لحد ما كبيره جدا رد بيها جماهير اسكندريه، ولكن انا عاوز اقول حاجه، ان لسه بدري جدا 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 على مباريات الدوري، وتشوف نادي الاتحاد يلعب فين، ولكن ان شاء الله ناخد المباراه مبارياتها وان شاء الله نأدي اداء طيب، وانا حابب ان انا ابارك لجماهير اسكندريه وجماهير نادي الاتحاد المخلصه المحبه لناديها، وللكابتن حسام طبعا والكابتن ابراهيم على المجهود يعني غير عادي اللي هم بيعملوه، كل اللعيبه صراحه بارك لها واحد واحد، وان شاء الله تكون بدايه خير على الدوري ان شاء الله. طيب استاذ محمد، يعني هكلمك بصوت جمهور الاتحاد، جمهور الاتحاد اكيد مبسوط على الكامباك اللي اتعمل في المباراه الماضيه وعلى الكامباك اللي اتعمل المباراه ديت، بس اكيد انت وانت عاشق للاتحاد السكندري قلبك بيقع وانت بتتفرج على الاتحاد الموسم ده، صحيح بيرجع ودي ميزه ان هو بيعرف يرجع، بس في نفس الوقت ما هو جماهير الاتحاد هتقول لك انت هفضل طول الوقت على اعصابي كده والامور صعبه، ولا في مباريات ممكن نعرف نخلصها بشكل اسهل من كده؟ لا، كل الدوري هيبقى كل ماتشاته صعبه، كل الدوري مفيش ماتش سهل وماتش صعب، كل الماتشات كل الفرق كويسه، مفيش حد يقدر يقول حاجه يعني، كل الفرق كان دعمت او ما دعمتش، النهارده انت مثلا الماتش اللي فات بتشوف المصري متعادل مع المحله في اسكندريه، فكل الماتشات هتبقى صعبه جدا، مولين يكسب الماتش اللي فات النهارده يتغلب، لا فكل الدوري صعب، ولكن في الاخر انت شفت الفرق المدعمه كلها مدعمه بشكل محترم قوي، كان يعني بيراميدز كان الاهلي او كان الزمالك او كان فيوتشر فاركو، لكل الانديه مدعمه، ولكن الحمد لله احنا نادي الاتحاد زي ما حضرتك اتفضلت وقلت احنا ثلاث سنين الحمد لله واقفين على رجلينا، والحمد لله يعني انا شايف حتى التدعيمات اول الدوري قبل ما يبتدي الدوري كان الجماهير واضع على خطرها ايه التدعيمات دي ومش عارف ايه، ولكن تالي اكيد هم قاعدين دلوقتي شايفيني او بيسمعوني، لا شكل مختلف، انا عندنا كمان فرقه محترم دعمناهم وبعض اللاعبين برؤيه فنيه للكابتن حسام، انا شايف انه الاضافات كلها اضافات محترمه قوي، ولكن عايز اقول ان القوام اللي كان عندنا السنه اللي فاتت وكملنا عليه السنه دي، لا الفرقه يعني الحمد لله الى حد كبير يعني فرقه منظمه، وبصراحه لا كابتن حسام اللي بيشتغلوا يا كابتن كريم، كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيشتغلوا شغل من النار بصراحه الحمد لله. لا واحقاقا للحق، واحقاقا للحق يا استاذ محمد، وانا كان معايا الكابتن ابراهيم حسن من يومين واتكلمت معاه في هذا الامر، انت واجهت برضه ظروف صعبه جدا السنه اللي فاتت، غيابات بالجمله، يعني انا ما شفتش فريق بالزبط عنده كل الغيابات دي زي الاتحاد السكندري، ورغم كده كنتوا واقفين على رجلكم بصراحه يعني شهاده حق. بالظبط بالظبط، فالحمد لله يعني الدوري السنه دي كمان صعب، ولكن الحمد لله الميزه اللي عاملاها رابطه الانديه الشعبيه يعني رابطه الانديه الجماهيريه الحمد لله، انا شايف
يعني الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه عامل يعني شغل محترم جدا جدا، وان هو الدوري في السنه دي مع الجماهير، ولكن انا من خلال حركه انا حابب جميع نادي الاتحاد انها يعني تحاول انها تخش على الويب سايت بتاع تذكرتي، وان هم يبتدوا يعني يجيبوا الاي دي هات بتاعتهم على اساس ان احنا يبقى محتاجين الجمهور. يعني الميزه عندنا ان احنا الاتحاد نادي شعبي ونادي جماهيري، فارجو منهم طبعا. ولكن انا يعني من خلال حركه انا شايف يعني في بعض المبالغ اللي هي من الصعب ان جماهير اسكندريه او جماهير الشعبيه انها تقدر تواكبها، ولكن لو في اي حاجه محتاجاها مننا انا مش هتاخر يعني ان شاء الله. ولكن في الاخر يا رب اشوف جماهير نادي الاتحاد ملأ جماهير اسكندريه وتبقى اضافه فرقتها وتشجع فرقتها، اكيد هتبقى اضافه لنادي الاتحاد. استاذ محمد، كان لما كان معايا كابتن ابراهيم اشتكى قوي من فكره انه الانديه اللي حواليك بقت انديه غنيه جدا، ففي صعوبه في التدعيمات، في صعوبه في المجاراه، في صعوبه في امور كثيره بيواجهها الكابتن ابراهيم مع الكابتن حسام طبعا، وقال ان احنا بنشتغل اكيد في ظروف مش طبيعيه او ظروف صعبه بالنسبه لنا عشان نقدر نجاري كل الامكانيات ديت. راي حضرتك ايه؟ انا اوافقه طبعا رايي. انا قلت حضرتك من الصعب ان انت حضرتك في جوه، يعني هديك مثالك انت كريم، حضرتك لما تجيب مثلا لعيب مثلا انت بتتعاقد معاه مثلا ب 3 4 مليون جنيه، قبل كده لما تتعاقد مع لعيب مليون و200 مليون تقول ايه القصه دي؟ نادي الاتحاد لما تتكلم بقى 3 4 بقى الموضوع عادي بالنسبه لك. فدلوقتي هتلاقي الفرقه الثانيه مثلا عاوز مثلا تجيب مثلا لعيب زي محمد صبحي الجون مثلا يعني، وانت عارض عليه 4 و5 مليون، خلاص هو الفريق اللي بيروح له بياخد 8 و9 مليون، وعمره ما هيجي لك. عمره ما هيجي لك يعني دي الفكره كلها. بقت العرض صعب جدا ان انت تواكب الكلام ده، والشركات والمؤسسات من الصعب صعب جدا. يعني انا قلت الكلام ده، الانديه الشعبيه بصراحه هتعاني وتعاني بقوه، احنا بنعاني دلوقتي عشان برشلونه ما بنعانيش، ولكن انا ما ببينش الجماهيري ولا اسكندريه هذا الموضوع، ولكن بنعاني بقوه جدا، والانديه الاسماعيلي بيعاني، وانديه المصري بتعاني، وانديه المحله بتعاني. ولكن في الاخر يعني وانا شو قلت الكلام ده وبعيده تاني، يعني ممكن كمان سنتين ثلاثه تبقى صعب ان انت تشوف انديه شعبيه تواكب الانديه دي، صعب جدا جدا. ولا لازم الدوله تتدخل في هذا الموضوع، ولا بصراحه مش هنشوف الانديه، ودي طبعا يصعب علينا ان احنا نشوف حاجه زي كده. استاذ محمد، هلاقي فرصه دلوقتي اعتبرها يعني ما تعتبرهاش مجامله، بس اعتبرها شهاده حق. انا خدت بس من اخر جمله انت قلتها، حضرتك من الناس المميزه اللي بترقص انديه، تمام؟ انا ما سمعتكش قبل كده في مداخله ولا في لقاء بتطلع تقول انا صرفت ودفعت وعملت، فانا يعني بشكر حضرتك بمستوى مهني قبل ما مستوى شخصي كمان، ان انت نموذج جيد للناس او الراجل اللي يحب النادي فعلا ويحب جماهير النادي. انا بشكرك حقيقي. يعني انا يعني بص يا كابتن كريم، ده وضع طبيعي، يعني انا مش محتاج ان انا اطلع اقول بعمل ايه، ولكن في الاخر اكيد الناس كلها حاسه في مصر وحاسه في اسكندريه، انت هتلاقي نفسك انت بتجيب منين؟ انت عايش ازاي؟ صحيح. انت بتدورها ازاي؟ وانت بتدرع ازاي؟ طول ما انا ماشي بتقال حاجه زي كده طبعا. يعني انت بقدر كنت في احدى القنوات دلوقتي بيسالوني يعني بيقول لي طب انت بتدورها ازاي؟ بدورها ازاي؟ يعني ربنا مكرمنا بيها، ولكن في الاخر فعلا بعاني. بعاني يعني، ولكن الموضوع في الاخر لا يمكن يستوي الامور كده، يعني لازم برضه الموضوع لو انت هتقدر تكمل فتره مش هتقدر تكمل بعد كده. وانا يعني تملي انا يعني بطلب من الناس انها تقف جنب ناديها، مش محتاج الناس انها تدعمها ماليا، ولكن في الاخر ما تلاقينيش مثلا انت مثلا طلع عينك مثلا في ادارتك للنادي ومعاك الجهاز الفني واللعيبه، ويجي حد مثلا ملوش اي لازمه ويجي ان هو ينقدك او يتكلم في حاجات انت ما تعرفش احنا عايشين ازاي ونايمين ازاي وبفكر ازاي وانا اقوم من النوم عامل ايه والقصه دي. ولكن في الاخر يا رب يا رب يا رب يقوينا على نادي الاتحاد، واحنا خلاص كتب علينا الموضوع ده، كتب ان انا اقف كده جنب نادي الاتحاد، ومشي ملف صعب جدا جدا، ولكن هو ملف جماهيري ليه بعد سياسي، ليه بعد امني، ليه بعد رياضي، ليه بعد اجتماعي، والحمد لله انا ومجلس ادارتي عاملين شغل محترم، اتمنى احنا نكمل بس وربنا يقوينا على كده. ربنا يوفقك يا استاذ محمد، شرفتني ونورتني مليون مبروك الفوز النهارده، راجل محترم نحترمه. وزي ما قلت لكم انا وقفت عند التعليق ده، انا في العادي يعني ما بعرفش اجامل قوي الضيوف اللي بيبقوا معايا، بحاول دايما اتكلم معاهم بشكل كويس، بس دي كانت مجامله حقيقيه وما تعتبرهاش مجامله، هي شهاده حق. النموذج بتاع رئيس النادي اللي ما يمشيش يذلني كجمهور، يعني اللي هو يفضل يقول لي انت مش عارف انا صرفت قد ايه، انت مش عارف انا بعمل قد ايه، انت مش عارف انا بتكفل ايه، انت مش عارف انا بغرم قد ايه، انت مش عارف انا بجيب فلوسي دي منين. في ناس مسكت انديه في مصر كتير وحضراتكم شفتوها بيطلعوا ليل نهار انا صرفت من جيبي كذا، انا عملت من جيبي كذا. الراجل ده دايما بيتكلم على مجلس اداره، ودايما بيتكلم انه الاتحاد ماشي كويس، ماشي كويس. اللي يعرف الكواليس يعرف ان الاتحاد بيعاني جدا ماليا، ورغم كده مش هتلاقي لعيب عنده مستحقات متاخره، مش هتلاقي واحد في الجهاز الفني عنده مستحقات متاخره. دايما الناس اللي بتشتغل بضمير وبحب بيبان فبصراحه
دي شهاده اعتقد حضراتكم كمان شايفينها وفاهمين ان هي مش مجرد مجامله.